السلام عليكم الإخوان، جميع الوكلاء الوسطاء العقاريين بالمغرب. اليوم نهار كبير، الزيارة ديال السي العراقي اللي جا عندنا للمكتب ديالنا، المقر ديال الخدمة ديالنا. واليوم إن شاء الله بحول الله غادي ندير واحد الشراكة بين النقابة الوطنية للوكيل العقاري وكذلك الفيدرالية الوطنية للوكيل والوسيط العقاري بالمغرب اللي كيترأسها الأخ خالد العراقي، وكذلك النقابة اللي كترأسها عبد الربي الكاتب الوطني الهريم خالد. وهذه الشراكة إن شاء الله غادي تحضروا ليها اليوم اون ديريكت اون لايف باش تكونوا حاضرين على هذا المين على هذا العمل ديالنا إن شاء الله بحول الله. وكنشكروا السي العراقي اللي غادي تفضل إن شاء الله مرحبا التوقيع ديالو. أييه مرحبا تفضل نعم السي، خليكم جالس إن شاء الله. حنا جالسين حنا الأنفردي هذا كلشي راه ناضي الحمد لله، وها الورقة الثانية حتى هي كذلك حتى هي ناضية. أنا سيدي ها هي تبقى اتفاقية أنت إن شاء الله. شكرا سي العراقي، حتى حنا الاتفاقية ديالنا هي هذه إن شاء الله بحول الله. داك السي الله يجازك بخير. الثانية كنشكر الأخ الهريم على هذا اللقاء اللي كان تسمون كان في المستوى اللائق. من بعد ما كنا مع الصحافة دابا اللي باش تسجلنا غادي يخرجوا يخرج الجريدة غدا إن شاء الله الرحمن الرحيم باش غتشاهدوا داك الشيء عبر الواتساب عبر الإنترنت عبر الفيسبوك عبر مجموعة ديال الرسائل إن شاء الله الرحمن الرحيم. وتنتمنوا التوفيق وهذا الشيء كله لصالح الوكيل العقاري الوسيط العقاري حيت مهضومين الحقوق ديالو وبالعاد المسائل وبغينا نزيدوا لقدام. وتمنوا الاخوان جميعا يكونوا في المستوى اللائق وبارك عليهم داك المشاكل ديال الصداع وديال هادي وديال هادي ويديوها في الخدمه وفي المعامله الصحيحه. وتبارك الله عليكم وتشكركم من طنجه حتى لكم. شكرا سي العراقي، هذا شرف لنا شرف لنا السي العراقي اللي معنا. شكرا لكم والى فرصه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.